اوكي يا جماعه، اليوم بنسوي فعاليات المتابعين. ناخذ تحديات من الشات اللي في تويتش والشات اللي في وطريقه المقطع اللي على نفس هذا المقطع. اوكي، على سبيل المثال من التحديات الموجوده اني العب فرح بدون ما اطير، بدون ما اضغط شيفت، العب تريس بدون ريكول، اشياء زي كذا. اوكي، الحين اخذنا التحدي الاول اللي هو حيكون زن بدون ديسكورد. باقي الاشياء اقدر استعملها. راح نسوي ثلاث تحديات بكل مقطع. اوكي يا جماعه، ما يمديهم يعرفون انا حطيت ديسكورد ولا لا، صح؟ ما في شيء يطلع بالذا. اتوقع الام اي تي الدمج اللي انا بلعته، ولا يعني اذا بلعت دمج ماتريكس وشيلد راين زي كذا ما يطلع بزين المفروض، لكن الهيل بيطلع والدمج انا قاعد ادمج يعني، بس ما في ديسكورد. اي ما حد بيدري، ما حد بيدري صدقوني. اوه دقيقه، الجولد ما عندهم هذا ورا كذا بوزيشن. كم تتوقعون يمديني ادمج بدون ديسكورد؟ يا قطار شو التحدي؟ تعال لوسي. تعالي يا اخي، ليه ما تجيني يا اخي؟ حرمه سيلو طاح، ليش خسرنا؟ السلام عليكم، هذا اللي تكرهونه مره ما بياكل. شلون دم جاي 700 ما خسرنا؟ تكفون يا جماعه، اللي ما يدري كل تحدي اخسره 5 كيف تسب. عندي ثلاث فرص ولا فرصتين، جيمين يعني. يعني اذا خسرت الجيم عندي جيم ثاني، اذا خسرتها بعد كيف تسب. هو واجد ثلاثه بالنسبه للبث، لكن باليوتيوب عادي. شلون قاب يا رجال، مدمج وشايل دبل ساعات قبل الفايت، ما عندي ديسكورد. يا جماعه لازم اسوي بلاي، يعني كذا اسوي اشياء غبيه، فهمتوا؟ مو غبيه يعني، تسوي شيء غير المالوف عشان ما عندك سكور يا اخي. الله ياخذك يا ديفا، والله ديفا يشرب اللي معنا. اح او ماي جاد، وش بيسبني؟ شكرا تسبني. وش صار؟ ريس 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 تاتش 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 ريس بياند ريس بياند، جو كل ريس بياند. ديفا وات ذا فك ار يو دوينج؟ هولي فك، واي ديد يو بوم لايك ذس؟ يا جماعة ايش فيه؟ ليش راح هناك ديفا؟ زن هيل بليز. دونت اسك فور هيل. لكت كاس نايس. ديفا ديفا جايز، وات ذا فك از ذيس جاي دوينج؟ الديفا ترول يا جماعه، صدقوني مو بجولد يا اخي. ارجع تكفى جروب اب، الناس قبل اختراع جروب اب، تكفى ارجع. تكفى ارجع، تكفى ارجع ديفا، ارجع ديفا ديفا. هيا خذك يا شيخ، معك ترانس. لا تموت لا تموت.
بس ولا سوى 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 ماس كيف كارك كيف كارك وريسا 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 دوت سيران ديفا ديفا دوت سيران ديفا دوت سيران وريسا ماس وانا بقول جايز كيف كارك كيف كارك كيف كارك دون 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 شل مطبخ يلعب الحبيب I get Tomra Genji's coming Genji win Nice By the way your voice looks familiar What do you mean? Are you Yasensa? No who is this guy? Are you serious? Yeah it's me but don't tell anyone please Man I've been watching your streams all the day I hope you enjoy. صادني يا شيخ صادني. Wow, is this game stream? Yeah, they're watching you right now. صادني لجنبي. لا. ديفا، ديفا يا جماعة ليش سووا كذا؟ يدحش الموتى. ما أقدر كري والله صعب. كريبر. ون ون ون. كريبر تكفى لا شيلها شيلها لا كرمي كرمي بليز انا كمان هذيك بطونه دي لوس لازم اخر لحظه كل سب كل سب 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 ديفا تكفى ديفا يا ديفا تكفى تكفى بليز ون 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 انا كلمني يا جماعة والله العظيم دم الزل خايس بدون ديسكارد تو استوعب الموضوع ما يتدمر شوف الكلب اقسم بالله انه ما عنده ديفا عنده بيبي ديفا كذا تعرفون لما تختار شخصية ما في مك والله لو عندي ديسكارد لا شيء يكمل الثاني يا كلاب والله العظيم وش اللي افا اثنين داخل علي خلته ون اسمع الديو ما يصلح مرة والله عندي فرصة ثانية ديفا افك ليش قاعد يسوي كذا؟ اسمع والله انه اي اي والله انه بوت مو بانسان يا جماعة لاحظت شيء الجولدات ما يسمون جروب اب اللي معك ولا ضدك كلهم كذا ديفا يا فكين جايز ريبورت ذيس جاي بليز بليز ايفرون ايفرون هير لما يطلق على لوسيو يا ريبورت اقعد تلقى راين شوت راين شوت راين ايفرون شوت راين اي كلم فان جايز هلمك ديفا الله ياخذك يا شيخ جهنم وبئس المصير ديفا اخر باي تكفى وي وين وذ ذيس جاي دي دي فاك يو ديفا اي هوب يو لوز افري جيم مفك مفك اخر فايت مفك وانا قاعد في البوينت اخ تعبت 44 قتله دي دي ويل بلاي دي ديد الوت بوينت ثانك يو فور ذا كاري تعبني جاب لي الجنان والله جاب لي الجنان الله ياخذ الجولد الله ياخذ من رانك ليش يافك على اخر فايت؟ ابي اعرف ليش؟ الله ياخذ الدي يا جماعه الحين بسالكم سؤال طبيعي، هل الديفا هذا طبيعي؟ يعني دايم يجوكم ناس نفس الديفا ذا ولا مره واحده في القرن اللي هي المره اللي انا قررت العب فيها؟ شلون؟ كيف تفوزون مع ذا؟ رانك الجيم كان جولد. خلصنا التحدي الاول اقسم بالله انه صعب مره بس انه ممتع الجيم. ريبر 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 بدون مختفي، لان هذا جاي من اليوتيوب لازم اخذ التحدي. يا الله يا
يا جماعة يا جماعة والله العظيم عندي بلان دايم يضبط ضد أي أحد في العالم. موضوع الفلانكات دايم يضبط. يعني شلون أقتل واحد رصبنا والله إنه حلو. طبعا لو تلاحظون أنا بلعب ريبر بدون شيفت، ريبر بدون شيفت، الماب إيش كلها جراوندات أكيد. يا جماعة يبغالي تحركات قوية مرة لأن ما راح أختفي. ماش تيمي صاطي أمس التحدي كان ما أدري الكاونتر مرة صح؟ إيه ماش ألو والله مرة ونبل تحس ركاتي كويسة صعب يسدوني صح؟ قاعد ادوج والله نايس كاين انمي انا ريبر انا ريبر جو اويس انسين يوج يلا يا تيمي يلا يا تيمي جماعة والله في تعاون نايس حلو حلو الفويسات تساعدني اني افوز والله ترى هذا كل الرنكات اللي في اللعبة الفويسات تساعدك لازم تستخدمه والله يعني زي الحين لو اني ما طلبت النانو وما شلت اثنين كنا نخسر الفايت لازم تفتح المايك يا جماعة بسوي تبيع عليه اتوقع يعطوني هيت ما حسيت توقعت يضيع بلات تعال ما يدرون عني يلا سناي يا عمري الراين امير بثيو يونتلون كم 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 عليك هذا الدو بلا ليجندري بلا هم لا دقيقه ضدي فاروح لا شخصيه والله ان الرمه لو ان الرجال يلعب بالارض هذول من فرح العب تحت يسوي وحش اسار وش السليم الحين هو قاعد يتبق علي ولا قاعد يتبق على سارة عشان نعرف يعني لأنه هو تبق في النص وين كنانو كنانو ويت 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 جو 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 هنشيل ميراين راين والله لن تعيش لا استعب شخصيتي تكفى ابي ميرسي سوي الثاري بر كم ميرسي اكاري كم جو 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 شيل شيل نايس راين تشارجن راين تشارجن 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 جو 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 نايس زاري 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 كل زاري نايس ايش في ذا نايس انا وين انا وين انا وين راين شفنا بليز راين ليتس جو نايس جايز كراش 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 وات ويل تيلي وين ويت 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 هروان فرمان ايش فيه جايز قتله خمسة سولدر يو ثينك يو كان كاونتر هيم قاعد يفكر بحياته يقول لا ضغط يا جماعة فارمسي ضدي ليش يلعبون هالشخصية كل سارة كل سارة والله سارة مبوستر لازم فوكسها والله والله لا فوكسها اوكي اوكي حركة سارة تعال
هاي الله الباستر سارة. مسكلك مسكلك ام سوري مسكلك مسكلك كان رسمي جو جو اتس فاين تريد ثانك يو سيف مي سيف مي انا سارة انا طمع كذا خلي مسار الحالي ايوه ايه كنت بخسر لا نحاول نشبك ميسي دعوة ماني شخص مين المشي ضدي ذكرت المقطع ذاك يا الله ما اقدر العب والله ما اقدر العب تعرف ذاك المقطع ما بين اليسر يبغى يطلق على الفرح اللي بنا ننزلها يا الله يا اخي الفرح والله لا ابيع ام القضيه واروح فرح وادعس عليك لا تسوي كويس ترى اشغل اهلي كزر 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 بس 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 نايس يحتاجون بس واحد كذا يعطي كلاوت حتى لو كلاوت غلط بس اعطهم كلاوت والله ساره لن تعيش كربوت ميرسي قلت نايس جايز جود لك نيكست جيم ايفرون والله انا قمه السعاده يلا ليتس جو راين ايم ذا شيلد الله يكتب اللي فيه الخير راين ذا شيلد راين ذا شيلد صعب مره بس بحاول اسوي لازم اخش فويس حيسبوني والله حيسبوني يا جماعه هو صعب مره بس خلينا نجيب تحدي صعب ايش رايكم كان وي هاف لوسيو اند باب بليز ليش ما فتحت الفويس حتى ام الحظ طيب حتى ام الحظ الله ياخذك يا راين يا جماعه معهم باسيان وش سوي مو صعب مستحيل مستحيل حرفيا شو التحدي الخايس ما عندكم عقل والله صدق شو التحدي كيف راين بدون شيلد شو سوي هذا كل مع شيلد الحين مع باسيان يا جماعه ما عندي شيلد اشلد ما عندي شيلد اشلد شيلد حق راين if you want to live if you want to live don't stay behind me guys الحين ما دخل فايس يا جماعة انا مدمج اكثر من دبساتي ايش تركت افتح طريق هني هني كروني تكفون لو فزت تحدي لو فزت تحدي هذا راح مند خمسه ايش رايكم؟ ليه 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 ليه؟ قربت قربت اوصل قربت اوصل يلا وصلت فزنا خذ الليد تعال
من كثر ما سنم كلاود اذا تعرف العب. ابي اتفاهم مع واحد. تعال تعال. تعال نتفاهم معاك. هنا ناخذ الميجا ونتفاهم مع بعض. تعال. انا تسيم. يا ساتر! شا الحركة اختفى! يوم قربت منه! مستحيل! منات مويرا! يا ساتر! ماني قادر استوعب الحركة اللي سواها المويرا! نو واي! جماعة شفتوا كيف لما أول ما قربت اختفى كذا! ما شاء الله يا أخي! أتمنى يصير زي يوم من الأيام! بسرعة بسرعة ميك نايم! ميك نايم! يار سو باد الله ياخذك الله ياخذك. طيب ليش سبني؟ انا مدمس اكثر من رايل ضدي وبدون شيلد. يفلمني انا ولا يفلم احد ثاني؟ يا جماعه اترول هذا وين الحين الظاهر مو بورث. انا ما عندي شيلد اصلا يا حمار. مو بورث ان شاء الله انه مو بورث. اثق تيمي مو بورث. انا ردي اف كي. اهم شيء تموت معي. تكفى بريك تكفى جراندايزر تكفى كرنا. لم يعطيني نانو. سلطان جيب النانو سلطان. يا اخي تكفى بخر عنه. يا جماعه الراين ضدنا مسوي التحدي مشلل 500 بس. هو يلعب دون شيلد بعد وش انا صفر. والله آه شتر الله يوفقكم. والله يا جماعة أنا صرت زي الجولد ترى ما أسوي جروب أب. دول! دول! فزت! يا كلاب! دول! دول! فزنا مو مستحيل نفزنا التحدي مشلت صفر. ليتس جو. بس سوينا ثلاث تحديات ثلاث فوزات خلاص ثلاث تحديات يا جماعه. انا بلاينج ذا زيرو نت تشالنج كلنا والله. اي والله صح انا لا انا ما تحديت نت. حاضرين حاضرين. طبعا يا جماعه الخير شلون صرت كويس راين؟ انا تعرفون ذاك الفنلندي تذكرونه صح اللي يلعب راين؟ هذا كان 24 ساعه بث اسوي ستريم سنايب. سبحان الله يعني مع الوقت صرت كويس. الله يكتب اللي فيه الخير. البكايه بالضبط. تقيكم الفعاليه من 10. والله استمتعت. التحديات كانت ممتعه صراحه بالذات اول تحدي اول والله الثلاثه صراحه كلها. اكثر واحد كان صعب كان حق راين صراحه. انمي كلاود اي انمي كلاود تابع فيه انميات يا هو ذاك سوي فيه ستيم سنايب. والله انا قيمه 10 من 10. اكثر واحد ضحك حق زن اقسم بالله ديفا تعبني حرفيا تعبني. المهم ان شاء الله المقطع عجبكم في اليوتيوب. مع السلامه نشوفكم باذن الله المقطع الجاي.